السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. أتمنى تكونوا بألف خير. شكرا للمتابعين الأوفياء اللي سولوا فيا، رجعت لكم بعد غيبة لظروف خاصة. اليوم فيديو جديد إن شاء الله، نتمنى أنه يعجبكم. عسلة بسيطة ديال زمان ولكن تجي رائعة في الشكل ديالها والمذاق ديالها، مكوناتها جد بسيطة. بقاو معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. نوضعوا في واحد الإناء جوج الكيسان ديال الدقيق، تقريبا 300 غرام ديال الدقيق. نضيفوا نصف كأس ديال السميد ديال الحرشة، عندنا 75 غرام ديال السميد. نضيفوا ملعقة صغيرة ديال القرفة للتنسيم، كتبقى اختيارية، ممكن تستغناو عليها. نضيفوا ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وأكيد رشة ملح لتوازن المذاق. نخلطوا هاد النواشف ونخليو الإناء جانبا. ناخدو واحد الكاسرول ونوضعو فيه جوج الكؤوس ديال الماء، نفس الكؤوس اللي عبرنا بها الدقيق، تقريبا 300 ملل ديال الماء. نضيفو عليه ربع كأس ديال الزيت، الزيت العادية 50 ملل. ونضيفوا ملعقة كبيرة ديال العسل. ونوضعهم فوق النار حتى يبداو يغليو كيف ما كيبان في الصورة. مباشرة نوضعوا فيهم الدقيق اللي خليناه جانبا، نعجنوا العجين ديالنا بملعقة خشبية في الأول لأن العجين تيكون ساخن بزاف. من بعد ما جمعنا العجين وضعوها في طاولة العمل وندلكوها مزيان. كيف ما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال العجين اللي خاص يكون عندنا رطب ومتجانس. نغطيه ببلاستيك غذائي ونبداو مباشرة نشكلو دوائر المعسلة. اللي غادي نحتاجو ليها البوق اللي تيكون مسنن بهذا الشكل. نشكلوا المعسلات ديالنا بهذه الطريقه السهله والمعتاده. كيف ما كتلاحظوا نضغطوا على العجين حتى نحصلوا على شريط، نجمعوه من الجوانب ونضغطوا عليه باش ما يتحلش لنا في الطياب. نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا العجين كامل.
من بعد نبداو نقليو المعسلات ديالنا في زيت ساخنه، نقابلوهم حتى يتحمروا من الجوانب. النار ضروري تكون متوسطه، ما تكونش مجهده. من بعد ما تحمروا نطفيوهم في العسل نفس الطريقه اللي كنخدموا بها الشباكيه. والمعسله ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه، كتجي مقرمشه ومعلكه من الداخل في نفس الوقت. نتمنى تجربوا طريقتي، اكيد سهله وغادي تنجح معكم. شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.